مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرتي. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اعتقد ان كتير جدا من الساده المشاهدين خاصه الناس اللي عندها مرض القلب ومهتمين ان هم يعرفوا اكتر عن المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها، خاصه اللي عندهم مشاكل في اسنانهم. وزي ما قلنا دايما الاسنان مظهر مهم جدا من مظاهر الجمال، اكيد بتحافظ على النفسيه تكون افضل، اكيد محتاجين ان احنا نحافظ على اسناننا، محتاجين متابعه دوريه عند طبيب الاسنان. والنهارده هنتكلم اكتر عن ازاي نقدر نعالج مرضى القلب عند طبيب الاسنان، هل في اجراءات معينه، ايه هي اكتر المشاكل اللي ممكن يعاني منها مرضى القلب في الاسنان بتاعتهم، وكيفيه التعامل مع هذه المشاكل. تفاصيل كتير اكيد النهارده هنعرفها مع ضيفتي اللي مشرفاني دايما في قناه صحتي، الاستاذه الدكتوره علا سيد توفيق، رئيس قسم الاسنان بمعهد القلب القومي. اهلا وسهلا بك يا اهلا دكتوره، بيكي. منوره. دكتوره علا، يمكن النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا وعلاقه الاسنان بمرضى القلب. وزي ما قلنا ان يمكن كتير جدا من مرضى القلب بيعانوا من مشاكل في الاسنان ومحتاجين متابعه دوريه عند طبيب الاسنان على الاقل كل 3 أو 4 شهور. واكيد حضرتك وضحتي الاجراءات اللي لازم ممكن ياخدها طبيب الاسنان ومريض القلب عند زياره طبيب الاسنان. النهارده هنتكلم عن بقى درجات مرض القلب، يعني اكيد مرضى القلب ليهم درجات معينه، مش دكتورة كل مرضى القلب بنفس الكيس او بنفس المشكله، لا كل واحد بيبقى عنده الكيس بتاعته. فعايزين نعرف هل الكيسز دي او المشاكل اللي بيعاني منها مرضى القلب ممكن تأثر في كيفية العلاج بالنسبة للأسنان؟ طبعا هو مرضى القلب يصنفوا في مرضى قلب بيبقى عالي الخطورة، وفي مرضى بيبقى متوسط، وفي مرضى بيبقى أقل شوية خطورة. يعني بالنسبة مثلا مريض الضغط ده بتبقى خطورة أقل بسيطة شوية، شوية. أقل شوية، طول ما هو محافظ على ضغطه المظبوط وبيقيسه أما بيجيلي يبقى عارفة ضغطه إن هو مظبوط في الحالة دي، وأعمل الإجراءات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، إن أنا ميبقاش فيه، ما أعرضوش للستريس، ما أعملش الزيارة أكتر من نص ساعة، ياخد دواء مهدئ لو هو متوتر. كل الحاجات دي لو تمت خلاص مبقاش في مشكلة. في بقى أمراض بتبقى عالية الخطورة، مثلا اللي عامل جراحة أو اللي عامل استبدال الصمام في القلب، أو عامل قلب مثلا مفتوح، عملية قلب بالظبط، مفتوح مثلا. أو مثلا اللي عنده أمراض وراثية، أو اللي جاله قبل كده مرض اللي هو التهاب الصمام البكتيري حصل له قبل كده وجاله، ممكن يجيله مرة تانية، أو اللي عامل مثلا زرع للقلب. الحالات دي بتبقى عالية الخطورة شوية. أكيد. بتختلف بقى الإجراءات اللي هو الوقائية اللي احنا بنستعملها من العالي الخطورة عن عن الأقل المعتدل خطورة. أو الأقل. آه، بالنسبة للإجراءات طبعا أول حاجة إجراءات بقى اللي هو أما أجي أنا هشتغل، يعني أنا عملنا قبل خلاص كده إجراءات اللي هو قبل ما عرفنا ان في استقبلته فحوصات. إزاي وعملت قعدته مرتاح ومش متوتر واخد أدويته وكل حاجة، هبتدي دلوقتي لازم أكون عامل هو وقاية من قبلها، إن هو أعمل وقاية للمرض اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو الالتهاب البكتيري للصمام، إن هو لازم لو عالي خطورة هياخد دوز عالية، جرعة عالية من المضاد الحيوي، وياخدها في حقنة في الورك، في في العضل. العضل. ليه في العضل في حالة العالي خطورة؟ عشان في العضل بتوصل المضاد الحيوي أسرع. يوصل أسرع عن طريق الدم، يوصل أسرع أكيد. فيأثر أكتر. ده عشان أمنع إنه البكتيريا اللي هي موجودة أصلا في الفم، واللي هي أما أجي أعمل أنا الإجراء بتاعي مثلا جراحة أو حاجة هيبقى فيه نزيف، هتبتدي بكتيريا في بق ممكن تمشي مع توصل مع الدم، توصل للصمام اللي هو فيه أصلا مشكلة، فبالتالي تعمل بقى الإيه، مضاعفات أكتر. لا هتعمل المرض اللي هو بنتكلم التهاب. عليه اللي هو التهاب التهاب الصمام الصمام. البكتيري، ان هي التجمع من على الصمام اللي هو فيه تهتك، هتتجمع مجموعات من البكتيريا عليه وتعمل المرض الخطير ده هو. تمام. فبالتالي انا بديله جرعة كبيرة من من المضاد البنسلين الحيوي. مثلا اللي هو بيبقى 2 جرام من البنسلين تمام. قبل الزيارة بنص ساعة، وبعد الزيارة ب6 ساعات ياخد نص الجرعة دي حقنة تانية، بس 1 جرام، نصها، نص تمام. ال نص الجرعة. اه ده بالنسبه للناس اللي هما بنسلين عادي عندهم. في ناس عندهم حساسيه من البنسلين، في الحاله دي بستبدله بنوع تاني من المضاد الحيوي اللي هو اسمه كليندامايسين، ياخد 600 مللي جرام قبليها بنص ساعه قبل الزياره، وبعد ما يخلص ب6 ساعات ياخد نص الجرعه اللي هي 300 مللي جرام من كليندامايسين. ده في حاله لو واحد عنده حساسيه من البنسلين. ده بالنسبه للي هما عالي الخطوره. بالنسبه اقل خطوره بقى، مثلا اللي هو عنده روماتيزم في القلب، او اللي هو عنده مثلا مرض في الشرايين تجية. الالتاجيه مثلا، دول بيبقى اقل خطوره. دول بدل ما بديهم المضاد الحيوي على شكل جرعه في في العضل. العضل حقنه، بديله كبسولز. كبسول.
بتبقى كابسولز قبل اتنين برضو قبل المتابعة أو برضو قبل قبليها الزيارة. بنص ساعة، ونص الجرعة بعديها بنص ساعة. بالنسبة للي هما ما عندهمش مشكلة مع البنسلين هياخدوا امبيسيلين او بنسلين او اي حاجة من مجموعة البنسلين. اللي عنده مشكلة وعنده حساسية من البنسلين هديله مجموعة تانية اللي هي اكليندام مثلا. تمام. ده بالنسبة للوقاية عشان ارفع الدرجة، يعني الدرجة بتاعة المضاد الحيوي في الجسم، فيقدر يقاوم البكتيريا فما يعملش المشكلة بتاعة الالتهاب البكتيري. تمام. في كمان وقاية تانية برضو ان هو المسكنات اللي هو بيستعملها مريض القلب، المفروض مريض القلب ما يستعملش الا مجموعة الباراسيتامول، ما الحاجات اللي يستعملش هي يعني البسيطة السيف بالنسبة له. عشان ما ترفعش الضغط وكده. وكمان اي ادوية بياخدها ما تزيدش عن 5 ايام، يعني حتى لو مضاد حيوي ما يزيدش عن 5 ايام. تمام. لكن لازم ياخدوا قبل الزيارة، يعني الجرعة خاصة دي للناس نص اللي عندها مشاكل في القلب حادة زي ما حضرتك بتقولي، عندهم عرضة أكتر لالتهاب الصمام البكتيري، لا لازم ياخد الجرعة دي علشان ما يحصلش الانفكشن ده. طب عايزين بالظبط. نتكلم أكتر عن التهاب الصمام البكتيري ونعرف طبيعة المرض ده. المرض ده ممكن بيجي اصلا من اي التهاب في الفم عموما، ممكن يجي بسبب تداخل مني جراحي من تمام. طبيب الاسنان، اني بعمل له مثلا خلع او كده، او عملت تداخل فبالتالي حصل دم، يعني في شغل بالظبط، في يعني حصل جراحة وفي دم. تهتك شويه للانسجه اللي حوالين الاسنان، فبالتالي بقى في البكتيريا دخلت في مجرى الدم. هي اصلا بكتيريا موجوده اصلا في اللعاب في البق عموما، مظبوط، هي واكيد نوع موجودة البكتيريا في ده الفم. اللي هو الفيردنس ده اللي هو بيتسبب في المشكله دي، هو اصلا موجود في الفم، وممكن يجي من انفلاميشن، ممكن يجي بسبب مثلا واحد هايجين صحه الفم عنده مش مش قوية، مظبوطه، مش مظبوطة. عنده تسوس، عنده جير كتير في الفم عنده، فده لازم ان انا اشيله الجير، لان الجير ده لوحده ممكن ياثر برضو سلبي، لان هو مصدر للانفكشن، مصدر بكتيريا زياده. فلازم يتم ازالته الاول قبل برضو ما اعمل اي حاجة بالظبط. خاصة بالجراحة او كده. وبالذات مثلا مريض القلب اللي داخل يعمل عمليه، اللي داخل يعمل جراحه او يبدل صمام او كده، قبل ما يدخل لازم ان هو يزور طبيب الاسنان ويعمل تشيك على كل اسنانه، الجير يتشال، اي حاجه مثلا ضرس مسوس جدا ممكن يتخلع، الحاجات الارجنت هي المهمه لازم تخلص قبل قبل العملية العمليه. بقى. وبعد العمليه طبعا، بس يعني مش بعديها على طول، يعني مثلا 6 اشهر لازم برضو يتابع يبقى مع في طبيب متابعة. الاسنان. تمام. طب عايزين نتكلم برضو على الوقاية بقى، الوقاية من مشاكل التسوس أو مشاكل الأسنان خلال فترة مرض القلب، أو لو الناس اللي عندها مرضى القلب إزاي يقدروا إن هم يقوا نفسهم من المشاكل دي، من مشاكل الأسنان بشكل عام. احنا طبعا قلنا الوقايه اللي هي بالمضاد الحيوي اللي اتكلمنا عليه والجرعات العاليه دي والكلام ده، لكن هو ما اثبتش 100% بصراحه في كل يعني علميا ما الأبحاث. اثبتش، الابحاث وكده الامريكيه وكده والاوروبيه ما اثبتش 100% ان هي قدرت تعمل وقايه تامه لمريض القلب. لمرض القلب. فالاستنتاج النهائي اللي هو اهم حاجه هو ان لازم ان يبقى فيه ثقافه عامه لمريض القلب بالذات، وان هو يهتم بصحه اسنانه، وانه دايما يتابع مع الطبيب، ده هو ده افضل وسيله ان هو يقي نفسه من اي مشكله. تمام. طب لو حصل نزيف في اسنان اثناء جراحه الاسنان، يعني ممكن يحصل ان اثناء الجراحه لو هو بيعمل حاجه ممكن يحصل له نزيف، في الحاله دي ازاي بقدر اتعامل مع النزيف ده، وهل ليه مضاعفات تانية على القلب ولا لا؟ بالنسبه للنزيف طبعا في مرضى قلب بيبقوا ماشيين على ادويه سيوله، بياخدوا ادويه سيوله، بالظبط، ده بالنسبه لي ده لازم برضو يبقى فيه خطوره زي بالظبط خطوره اكثر. التهاب البكتيري. الصمام البكتيري زيها بالظبط، اللي هي المرضى القلب اللي ماشيين على أدوية ادويه سيولة. سيوله. في ادويه سيوله اللي هي بتبقى يعني ادويه سيوله بتبقى عاليه يعني وقويه، وفي بقى الاسبرين والحاجات الخفيفه دي. بالنسبه للاسبرين دولت ما بيبقاش فيه مشكله فيهم، دول اللي هم ضد التجلط. ادويه السيوله بقى لازم بيبقى فيه القوية أكتر. لازم اولا انا ابقى عارفه نسبه السيوله عنده قد ايه، تمام. فلازم يعمل لي تحليل لنسبه السيوله وابقى عارفاها قبليها ب3 ايام. نسبه السيوله مظبوطه يعني على حسب برضو الابحاث، اتقال ان هو لحد مثلا 2.5 او 3،
هم يعني بره لحد 4، تمام. لكن احنا هنا في مصر برضو بنخاف، لان احنا برضو ظروفنا يعني مش زي الإمكانيات مختلفة مش أكيد. زي يعني مش زي بره قوي. ده غير ان هو مثلا ممكن ما بيبقاش بيقيس السيوله عنده دايما، المريض ممكن بيبقى مستهتر شويه، فبالتالي بنعملها لحد ماكسيموم 3. تمام. طب لو حصل يعني مشكلة النزيف دي، ازاي بيتم التعامل معاها؟ يعني كطبيب الأسنان بيقدر ازاي يتعامل معاها ويوقف النزيف ده هو ازاي؟ عموما انا مش هتدخل خالص جراحيا معاه الا اما اشوف اتأكد ان اتاكد ان من هو التحاليل النسبه بتاعته بتاعته مظبوطة. مظبوطه كده، يبقى في امان فنشتغل. لقيتها انها عاليه يبقى هاجل الزياره ديت ومش هعمل له اي تدخل دلوقتي، وهبعته للطبيب المتابع ليه بتاع البطنه اكتب له. عشان كده بقول لك لازم يبقى في تعامل ما بين الطبيب ما بين الاسنان طبيب القلب وطبيب الطبيب الأسنان المتابع المعالج والصيدلة. ليه، ان اكتب له ان هو لازم يظبط لي والأدوية اللي أنت السيوله، بتاخدها إيه والتحاليل يظبط لي بتاعتك. السيوله، هو بقى يظبط السيوله ديت. هيوقفها مثلا غالبا بتقف يوم قبل الخلع او التدخل الجراحي، ويوميها كمان تنزل نسبه السيوله، اقدر ان انا اتدخل. اما تمام. لو حصل بقى نزيف عادي، فانا عندي حاجات بقى ممكن اتبعها. يعني في حاجه اسمها جيل فوم، دي بتتحط في الجرح عشان توقف النزيف. تمام. في حاجات بتتبع ممكن ده لو تستخدم نزيف أثناء بسيط يعني، طبعا. اما طبعا لو حصلت مشكله كبيره فعلى طول بيحول للطوارئ وكده يعني. أكيد. نصيحة ختامية لمرضى القلب في عيادة الأسنان، حضرتك تنصحيهم بإيه؟ اول حاجه اللي هي الاهتمام بصحه الاسنان أكيد. والكشف الدوري عند طبيب الاسنان، ويبقى فيه ثقافه، وان امشي على الاجراءات اللي هو طبيب الاسنان بيطلبها مني على طول. بالظبط، ما يبقاش في خوف كمان من طبيب الأسنان، يعني يبقى في كالم، لا ما في فيش اي كالم خوف طول أكتر ما انا وهدوء. ماشيه مظبوط على الاجراءات وماشيه بالتوصيات المظبوطه، ويبقى خلاص ما فيش اي خوف. اخد المضاد الحيوي، جرعه المضاد الحيوي اللي هو بيقول لي عليها، اظبط الضغط بتاعي، اظبط ادويتي، ابقى صريحه مع بالنسبه مع للمريض، المريض بتاعي أكيد. المريض يبقى صريح مع الطبيب ان هو ايه حالته ايه بالظبط. بالظبط. برضو ادويه السيوله تبقى ماشي عليها مظبوط. كده خلاص، كده بقينا أكيد دي في طبعا، الامان، ما فيش والوقاية مشكله دايما خير من العلاج. طبعا. شكر خاص طبعا للأستاذة الدكتورة علا سيد توفيق، رئيس قسم الأسنان بالمعهد القلب القومي. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي وميرسي جدا جدا، على وجود حضرتك معانا، ميرسي وأكيد جدا مستنيين مزيد من الحلقات هنتكلم أكتر عن مشاكل الأسنان. إن شكرا شاء لك. الله. شكرا ميرسي. أعزائي المشاهدين، وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكون